الحقيقة الإمارات بالتحديد طبعا هي صاحبة هذه المبادرة علشان على أرضها هي طبقت الحقوق الإنسانية واستضافت 200 جنسية مختلفة على أرضها بحرية كاملة وقبول كامل للتعددية. فإن أرض الإمارات هي تكون مكان لهذه المبادرة وتطلق هذا العام هو أنسب مكان حقيقة كوسيلة وسيلة إيضاح للعالم كله كيف تقبل التعددية وكيف يعيش الجميع معا بمحبة. حقيقة الإمارات بالتحديد هي اللي أطلقت المبادرة دي لأن الشيخ زايد هو اللي أطلق هذه المبادرة على العالم كله وهو أول واحد عاش الأخوة الإنسانية. وبالتالي حقيقة كل أصحاب السمو في هذا المكان بينهجوا نفس هذا المنهج الفريد. قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان حقيقة دي أول زيارة لي للخليج احتراما وتقديرا وتوقيرا لهذا الدور اللي بتقوم به الإمارات والكي يدفع ويؤيد أن هذا هو ده الخط الرائد اللي هو مفروض العالم كله يتبعه. فحضور قداسة البابا فرانسيس لهذا اللقاء ودفعة قوية وتأييد الأنبا يوليوس أسقف عام الخدمات العامة والاجتماعية أسقف عام كنائس مصر القديمة. الحقيقة طبعا أنا سعيد جدا أني موجود هنا نيابة عن قداسة أبينا البابا تودروس الثاني لحضور لقاء الأخوة الإنسانية اللي بيأتي في عام التسامح أطلقت دولة الإمارات الشقيقة 2019 هو عام التسامح. والحقيقة مناسب جدا طبعا إن مع بداية العام هذا اللقاء اللي جمع كل الجنسيات يعني طبعا الحقيقة وجود فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب مع بابا الفاتيكان في المؤتمر ده بيشير إن فعلا الأديان السماوية رسالتها واحدة وإن رسالة الأخوة الإنسانية رسالة واحدة للأديان ورسالة التسامح رسالة واحدة. سبق وأظهر الرسالة دي مع قداسة البابا تودروس ليلة عيد الميلاد لما افتتحوا معا المسجد وافتتحوا معا الكاتدرائية في ليلة عيد الميلاد وأتى ليؤكد نفس المعنى اليوم لكي ما يوجد مع قداسة بابا الفاتيكان ليؤكد أن الإسلام والمسيحية يتعانق في هذا المبدأ الأخوة الإنسانية والتسامح.